ربنا له حكمة ان هو سحب مني كل حاجه والدنيا دست على وشي. وفي خلال اسبوعين ثلاثه الموضوع كله تحول الى كابوس، ولقيت نفسي في الانتنسيف كير. فطبعا قعدت دخلت في ايام اسابيع شهور من الضلمه تماما. انا ما كنتش واثقه في نفسي، حاسه شويه ان انا في حته اقل، وكنت دايما بتكلم من الحته دي. كان طبيعي ان محدش يصدقني او حد يثق فيا. انا حاسس ان احنا حمل على عمي، لان عمي ده عنده ولد واحد واحنا خمس، ودايما البنادم اللي هو اللي بيبقى حساس. انا حاسس ان انا حمل عليه بس مش قادر اعمل حاجه. انا فعلا وصلت لمرحله ان انا ما كنتش فعلا معايا فلوس احط بنزين. كنت بقول لنفسي يعني ده انا ماشيه جوه الحيط، ليه افقد؟ اوحش الايام او اسود المواقف هي اللي بتطلع فيك قوه انت عمرك ما كنت تعرف انها موجوده. في خوف عدوي اللي هو هيقوم بقى مقعدني على الكنبه، وفي خوف صديقي اللي هو بيقول لي انت بتخطي وداخل في منطقه كويسه. دوس دوس يا استاذ محمد، زي ما في بنزين في فرامل. فكان كل الناس شايفه ان خلاص لا يمكن، كلمه لا يمكن دي هي اللي خلتني ارجع اقوى من الاول. طب هبقى وهكون وهبقى جامد. اللي انت بتفكري فيه صح، وكملي وانتظري جوائز السماء. استعن بالله ولا تعجز. يعني اكبر انواع النجاح هو تعاملك مع الفشل. ولقيت التليفون بيرن، وقتها شادي أنا كنت عيان، رديت قال لي أبو حفيظة. قلت له مين معايا؟ قال لي أنا عادل إمام. والله العظيم يا شادي أنا خفيت. أنا بالنسبة لي أنجح بني آدم في العالم اللي لما يكبر في السن ولاده هم اللي يبقوا عايزين يقعدوا معاه. أعرف نفسي دي مشوار، إحنا أنا لحد النهاردة بعرف نفسي. أنا شخص استثنائي زي أي حد تاني، يعني كل الناس استثنائية، بس لو عارف الحتة الاستثنائية بتاعته. في سيزون 1 قابلنا نماذج ملهمة، محدش فيهم شبه التاني. كل واحد ليه طابع خاص بيه، ليه مبادئه وطموحاته، بس المشترك بينهم ان كلهم حاربوا عشان يوصلوا للي بيحلموا بيه. ولان الاحلام ما بتنتهيش، لسه هنسمع حكايات جديده بتحديات مختلفه، وهنستنى الاجابه على اهم سؤال، هو احنا هنا ليه؟ استنونا في سيزون 2. انا شادي شريف وده جرو توكس.